السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سيلو اند نور. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل كارت معايدة، والنهاردة هنعملوه كارت معايدة عيد الحب، وان شاء الله هنعمل معاكم اشكال كتيرة يعني لاعياد الميلاد وحاجات كده تعجبكم ان شاء الله. تابعونا. كل اللي هنحتاجه ورق مقوي، هو بيجي بالحجم ده كده زي ما انتوا شايفين. الورقة دي بجنيه، وفي زي ما انتوا شايفين كمان برضو الوان كتيرة ممكن انتي تاخديها كده. الورقة دي انا تنتها في النص كده بالشكل ده، يعني جبتها كده زي ما انتوا شايفين يعني، وتنتها في النص عشان اعمل كارت. وجبت كمان لون تاني انا عايزة هقصه بالشكل ده، يعني قصيت. انتي بتاخدي كده حتة من هنا وبتقصيها بنفس الطول وهي متنية، ماشي. عشان نعمل شكل انا هاخد كده يعني هعمل تموجات هيديني شكل حلو. بالشكل ده دلوقتي انا هاخد هفتحه كده من هنا، كده هنلزقه هنحطها كده ونلزقها، نسيبها كده شوية بس لتنشف. ومن الناحية التانية برضو هنعمل نفس الحاجة كده، هيدينا أول حاجة شكل للكارت جميل كده. وده كده بقى شكله من بعد ما نشف اللزق عليه. دلوقتي أنا كنت عاملة القلوب دي هحطها هنا. القلوب دي انا عامله له فيديو لوحده، بس انا هعمل قدامكم برضو ازاي هنعملوه. هنحتاج لشرائح الورق طبعا، وهنلف بالمكنه كده عادي جدا. هسيبها هنا، هاخد التانية بالشكل ده، وانا همسك الحتة دي كده هعمله نص قلب، والحتة التانية اهو بالشكل ده هلزق من هنا اهو كده. دلوقتي هنلزقه كده بالشكل ده، هيديني شكل القلب. وبعدين هلزقه يعني هحط القلب كده بالشكل ده ونلزقه. هحط كمان لزق من الناحية دي كده، هلزقه كده بالشكل ده. طيب بس قبل ما احط القلوب دي
انا اخدت ورقة بيضة كده عادية ال A4 وتنيتها في النص عشان عايزة الزقها هنا كده بالشكل ده، يعني هي هتطلع معايا كده، هلزقها وارجع لكم تاني. هلزقه كده، انا قلت اوريكم عشان ما تقولوش ان انا بعمله في شكل تاني. هتحطي اللزق كده وتقفلي الكارت عليها كده بالشكل ده. طيب دلوقتي هنلزق ده كده بالشكل ده، هنضغط عليه شوية لغاية ما ينشف معانا. طيب دلوقتي هحط كده شوية ورود عشوائي بألوان مختلفة. الستيكر ده سعره 5 أو 5.5 جنيه، وزي ما انت شايفة يعني في حاجات كتيرة. طبعا كده اداني شكل جميل من الخارج، ومن جوه هنكتب هنا هابي فالنتاين او عيد حب سعيد. هنلزق كمان القلوب دي كده من هنا بالشكل ده، زي ما انت شايفين احنا لزقناهم كده اهو. ده شكله من بره وده شكله من جوه. انا هنا هسيبه مفتوح عشان انا بعدين انا هكتب كارت معايدة. وجبت شريط وشي تاب وعايزة الزقه كده عشان يديني شكل حلو. وكمان هعمل من فوق اهو، من بعد ما لزقت الاطراف كلها كده بالوشي تاب. انا عندي وشي تاب يعني كتير، الوان كتيرة، الواحدة بجنيه وربع وبيلزق حلو. وده شكله الخارجي. من هنا ممكن تكتبي هابي فالنتاين، وهنا رسالتك اللي انت عايزة تكتبيها. يعني هنا ممكن نكتب اهو ده كانت كارتنا النهاردة. ان شاء الله يكون عجبكم، واستنونا في فيديو جديد مع كروت جميلة وعديدة. وكمان بس قبل ما انهي الفيديو، انا نور حبيبة قلبي عملت لي كارت عيد الحب، عيد حب سعيد، ده بيني وبين بنتي حبيبتي طبعا. اهو شكله جميل. شكرا يا نور. عفوا اهو كمان عيد حب سعيد، شكله جميل. شكرا. عفوا. ونشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه وتضغطوا زر الجرس عشان يشوفكم كل جديد من فيديوهاتي انا وسلوى وماما. وباي.